أنا عايز أقول لكل المحامين إن مهنة المحاماة مهنة عريقة، مهنة الزعماء مصطفى كامل وسعد زغلول وسامع عاشور ومكرم عبيد كانت بتسمى كلية الحقوق بكلية الوزراء، كان اللي بيطلع منها بيطلع وزير، لأن كان العدد اللي بيطلع من كلية الحقوق كان عدد يسير جدا وقليل جدا، فكان كل المناصب العليا بتبقى من كلية الحقوق. أنا عايز أقول لكم إنك قبل ما تشتغل لازم تختار مكتب كويس. يعني إيه مكتب كويس؟ يعني تسأل على المكتب اللي أنت رايح فيه، لأن المكتب ده هو اللي هيعلمك. المكتب ده أنت هتستقي منه المعلومة، لأني صحيح أنتوا حصلتوا على الليسانس، لكن المحاماة مختلفة شوية عن الدراسة اللي درسناها. دي دراسة نظرية ودي دراسة إيه؟ عملية، فبتختلف، فلابد إنك أنت تكون في مكتب محامي كويس عشان هو يديك مادة علمية كويسة، أو على الأقل يكون مشهود له بالكفاءة والأمانة، فتستقي منه تلك الكفاءة وتلك الأمانة من مكتبه من خلال أعماله. النقطة الثانية، النصيحة الثانية اللي أنا عايز أقولها، وأنت في مكتب المحامي لازم تحس إنك أنت ده مكتبك وبتشتغل لنفسك، ما بتشتغلش للمحامي. لو حسيت إنك بتشتغل للمحامي مش هتؤدي، هتعمل حاجة وتمشي، هتأدي حاجة صغيرة وتمشي، السكرتير مش موجود، في حصل كذا، مش هتبقى. لكن لما تحس إن العمل ده عملك هتشتغل فيه كويس جدا، هتبقى محامي كفء، وفي يوم من الأيام أنت هتفتح مكتب ويبقى الأعمال اللي أنت اشتغلتها كلها في مكتب المحامي ما اشتغلتهالوش هو، اشتغلتها لنفسك. نقطة اللي أنا عايز برضه أقول لكم عليها، إن إحنا دلوقتي في نقابة المحامين العامة في دورة عن في الأكاديمية العسكرية العليا، أكاديمية ناصر العسكرية العليا. حقيقة أنا شخصياً خدت الدورة دي، هي طبعاً للشبان أكتر والمحاميات والمحامين أكتر، لأنك بتستقي فيها معلومات مش موجودة ومش هتعرفها إلا من خلال الدورة. إحنا كنا على فكرة داخلين في الدورة دي مبهورين على أهل النقيب. فعايز أقول لكم إن الأكاديمية دي إحنا حضرنا فيها، وكان معايا حوالي 70 محامي ومحامية من الشباب، استفدنا منها ما لم نستفد منه طول حياتنا. يعني اللي سمعناه في الأكاديمية واللي عرفناه من خلال الأكاديمية العسكرية ما عرفناش طول حياتنا، يعني طول حياتنا دي نشوف السنين عمر دي كلها ما عرفناش. النقطة الثانية، بتكتسبك خبرة وبتكتسبك قوة وبتكتسبك معلومات وثقافة عالية. النقطة الثانية، احنا عندنا اتحاد المحامين العرب، وانا امين مساعد، استاذ عبد الجواد برضو امين مساعد الاتحاد، وبقول لكم يا ريت تشتركوا في اتحاد المحامين العرب. في لجان عندنا، لجنة الحريات وحقوق الانسان من اقوى اللجان على مستوى الوطن العربي، انا بقول لكم يا ريت تشتركوا فيه، وده اشتراكه زهيد جدا 120 جنيه. وعايز اقول لكم ان احنا اعلن السيد النقيب العام سامع عاشور امبارح عن الاشتراك في دورة تانية، لان الدورة الاولى في الاكاديمية خلصت، واعلن امبارح عن دورة جديدة يبدأ التقديم فيها من اليوم، لان لازم تكون الاوراق هناك قبل شهر كامل عشان التحريات بيعملوها هناك عشان يقبل المحامي في الدورة. انا اتمنى لكم مستقبل باهر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.